كرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزميل كريبي بن جابر المري، شكرا لجميع الزملاء الذين سبقوني بالتعليق. وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، من انطلاقات اشواط هذا المهرجان المميز الجميل هنا شوطنا المنطلق في هذه التحديات المتميزه، شوطنا اذن السادس الخاص ثنايا القعدان هنا لأيضا أبناء القبائل تيوتا لاند كروزر جي إكس للفائز بالمركز الأول. نتابع هنا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة في هذا الانطلاق المميز الجميل وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. زيزوم المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني، هنا المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام، هناك هو التحديات الجميلة في هذا الأداء الجميل. ناخذ هنا في هذه اللحظات براق لحميد بن حارب بن حميد المهيري هنا من هذا الجانب ومن الجانب الآخر، هناك أيضا التسللات الجميلة والأداءات المنطلقة مع الثنايا القعدان. هناك يأتينا في هذه اللحظات البارون لعبد الله بن حمد بن سالم بن نصرة العامري مع البارون بهذا الانطلاق، ومن الجانب الآخر أرى تسلل آخر جميل هناك ينطلق في هذه اللحظات. التسللات سريعة في هذا الشوط، هنا المختبر لناصر بن سيف بن محمد بن مطر النيادي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، يأتي براق في المركز الثاني لحميد بن حارب بن حميد المهيري، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث سراب لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الآخر هنوك الانطلاق الجميل، ويأتينا مياس لسعيد بن السيل بن حميد الدرعي، وعلى خامس مراكزنا هنا المنطلق موجود فهد بن فهد بن بربعة الحربي من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، هناك أسامي، هناك شعارات تتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل في هذه التحديات المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المختبر، من انطلق هناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ناصر بن سيف بن محمد بن مطر النيادي من ينطلق على الصدارة على المقدمة، والسراب يأتي على المركز الثاني صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري، وعلى المركز الثالث براق يأتينا على المركز الثالث هنا بهذه الانطلاقة حميد بن حارب بن حميد المهيري من ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع يأتينا مياس لسعيد بن السهيل بن حميد الدرعي، ووصل هنا موجود وبدر العتيبي يشير لي على موجود ويقول بالفعل أنه بيكون موجود في هذا الشوط بترشيح فهد بن فهد بربعه الحربي المنطلق على المركز الخامس بهذا الانطلاق. ركز يا مشاري يا ابو ربعه في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والاثاره مشاهدينا الكرام، التحديات مستمره. ارى الزعيم علي بن مهدي بن مصر العامر الليامي من الجانب الاخر بدا يتسلل، بدا ينطلق بالتحديات المتميزه الجميله. الصداره لنا عوده لها في هذه اللحظات في هذا الانطلاق المميز الجميل وسراب. صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. هناك يأتينا المختبر على ثاني المراكز، ناصر بن سيف بن محمد بن مطار النيادي من ينطلق على المركز الثاني
بينما المركز الثالث ياتي براق لحميد بن حارب بن حميد المهيري ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا ياتي مياس السلالة الصغانية الغنية عن التعريف في هذا الانطلاق الجميل. سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط من الجانب الآخر الزعيم المنطلق. ولكن أرى بدأت السلالات، بدأت الأسهام. هنا الوضيحي خميس بن سالم بن خميس الشامسي بدأ يتسلل في هذه اللحظات إلى الأسماء المذاعة، إلى الخماسية، إلى الفاف ستار في أداء جميل وعرض مميز. ولكن بالشابل مع سلالة سراب هناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول سراب صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني المختبر ثانيا هنا لناصر بن سيف بن محمد بن مطر النيادي، وثالثا هناك مياس لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. وياتينا براق على المركز الرابع، براق هنا لحميد بن حارب بن حميد المهيري. ركز ابو عبد الله، ركز مع براق وادائه الجميل في هذا الانطلاق الجميل والتميز والاثاره. هناك ياتي الوضيحي على خامس المراكز، خميس بن سالم بالخميس الشامسي المنطلق على خامس المراكز. خماسية جميلة، خماسية تنطلق بالتحديات بالإثارة هنا، والأسماء قادمة، الأسماء أيضا قادمة في هذا الأداء المميز الجميل. هنا 3 كيلومترات ما تبقى على نهاية مجريات وأحداث هذا الشوط. 5 كيلومترات انقضن والثلاثة تبقى، وسراب لازال سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مياس يتسلل على المركز الثاني لسعيد بن السيل بن حميد الدرعي، والمركز الثالثي المختبر لناصر بن سيف بن محمد بن مطر النيادي، وبراق لحميد بن حارب بن حميد المهيري على المركز هنا الرابع في هذه اللحظات. يلا يا ابو عبد الله، اهالي الحويه يبون سلام صباحي من هذا الميدان. ارى تسلل، الله، تسلل 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 من شاهين حماد بن الصغير بو خرايط العامري من ينطلق في هذه اللحظات وينضم الى الاسماء المنطلقه والاسماء المذاعه في هذا المسير. الله الله، التحديات جميلة وأسامي قادمة، أسامي قادمة سوف تنضم إلى ركب المقدمة هنا في هذا الانطلاق الجميل. ولكن سراب 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 صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يأتي شاهين حماد بن الصغير بو خرايط العامري على المركز الثاني. المركز الثالث هناك مياس لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع المختبر لناصر بن سيف بن محمد بن مطر النيودي. وصل بالسيقان، وصل بالسيقان مع مبدع 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 صالح بن علي بن حسين بالسيقان المري من ينطلق مع مبدع من الخامس الى الثالث. هذه اللحظات بدت الامور، بدت وتيرة هذا الشوط بالارتفاع هنا بهذا الانطلاق الجميل. الله الله الله، سراب 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 لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. هو الصدورة سراب هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة للسيد صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول والصدورة. المركز الثاني شاهين حماد بن الصغير بو خرايط العامري. المركز الثالث أول نداء للهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا هنا مبدع لصالح بن علي بن حسين السيقان المري، وهناك الوضيحي خميس بن سالم بن خميس الشامسي. يا سلام،
الكرام، هنا بهذا الانطلاق نقترب مشاهدينا الكرام رويدا رويدا الى الكيلومتر الاخير، نقترب بهذا التحدي، نقترب بهذا الاداء المميز وسراب هو المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصدارة، المسيطر على المقدمة، هنا بهذا الانطلاق الكيل الاخير، هنا سراب، سراب المسيطر على الصدارة، المسيطر على المقدمة، على المركز الاول صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري، المركز الثاني شاهين حماد بن الصغير بخرايط العامري، المركز الثالث لوبيحي، لوبيحي القادم، هنا لخميس بن سالم خميس الشامسي وفي المركز الرابع، وصل هنا، وصل طلوع، طلوع لسعيد بن محمد بن سعيد بن منانة اكتبي، ومن الجانب الاخر ارى شعار بن كليب مع الراحل المهجر بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي القادم، يا سلام، ولكن هنا سراب المسيطر على زمام الامور، سراب المسيطر على الصدارة، المسيطر على المقدمة، وشاهين شاهين 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 يتسلل الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط، هنا مع حال الهير، مع هذا الانطلاق المميز الجميل، شاهين حماد بن الصغير بخرايط العامري على الصدارة، على المقدمة، سلام 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 لأهالي مدينة العين، أهالي مدينة الخضرة والجمال بدولة الإمارات، سلام لأهالي الهير، سلام على هذا الأداء المميز الجميل لشاهين ولحظة وصوله إلى خط النهاية، تهانينا لحماد بن الصغير بخرايط العامري، تهانينا لكافة عائلة بخرايط على هذا الفوز المميز، المركز الثاني من نصيب الراحل على المركز الثاني لسيد مهير بن علي بن كليب، المركز الثالث كان من نصيب سراب لصالح بن ناصر محمد بن شابل المري، اما المركز الرابع فكان طلوع هناك على المركز الرابع لسعيد بن محمد بن سعيد بن منانة الاكتبي، وفي المركز الخامس لوبيحي من وصل على المركز الخامس هنا للسيد خميس بن سالم بن قميص الشامسي، هذا هي الانطلاقه والتحديات الجميله والاثاره، نعود الى التوقيت زمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية في هنا 12 دقيقة 52 ثانية، هناك 9 من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل مع شاهين، تهانينا لحماد بن الصغير بخرايط العامري، تهانينا لجميع أهل بخرايط على هذا الفوز المميز الجميل، والسلام لأهالي الحير، بينما الراحل من أتى على المركز الثاني هنا لسيد مهير بن علي بن راشد بن سويد بن الكتبي قاطع المسافة في 12 دقيقة 57 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني، بينما المركز الثالث كان من نصيب سراب هنا لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري قاطع المسافة في 12 دقيقة 57 ثانية، هناك أيضا بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا.